ورجعنا يا هلا مرة على الأرتين هون وأرتين أرتين أرتين وستيف العائلة كلها موجودة نعم أكيد بعرف شو ماضي أكيد وقت مش طيبة نعم بس في ناس خبرتنا إنه في شيرة وقتوا علي شو جيج أر نعم جيج عساج مضبوط أكيد بلدون أكيد تكرم عينك بلدون جيج عساج يلا تكرم منقوشة جبنة منقوشة جبنة مع دجاج ومحتوياتها دجاج ملح وبهار وتتبيلة نعم كل شيء تتبيلة مشوية شوي ونحن انت بتحط معها صوص توم نعم بس ما حطيت صوص رح نحط محلها مايونيز مايونيز مظبوط تكرم معي بتعرف شو أهم شغلة أنت بتعملها صار اللي اكتشفناها المرة الماضية بخلطة أبو عرتين وبالسجق إنه فيك تعمل مش بس زعتر وجبنة وبترجع بتسكرهم مش معقول المرة الجاية بس رسمية أبو عرتين رح تعمل جروسكو يلا رح تعمل جروسكو وتشيز على الصوت هلا أهم شغلة أكيد رح تعمل أشياء طيبة بس الناس تعرفت على أبو عرتين شخصيا نعم قد صار لك عم فاتح هون؟ صرنا بفريق 8 سنين وكيف هالضجة والناس كلها عم تحكي عنكم إنه لقمتكم طيبة؟ أكيد كله شغل بيت مثل ما إنك شايف معنا العائلة كلها العائلة كلها مثل ما بناكل بالبيت بنطعم زبوناتنا هذا هدف ال وهيدي بنحسها بكل لقمة اكيد خلينا نرجع نشوف الدجاج لان صار فيها عجق هلا حنسكر سكرها كرمال اول شيء يستوي كل شيء جوا ويدوب الجبنات دجاج وجبنة دجاج جبنة مشرومز كورن لاتس ايسبرغ مايونيز بس فيها توم بس ما حنحط كبيس ايسبرغ تحبوا حار تفضل بدنا ناكل كلنا سوا انا كمان يعني فعلا شغل عن جد اهلا وسهلا فيكم عجينه هيك الناس تعبت هن اكيد الدجاج اللي منه ناشف مظبوط المايونيز تعطي شويه جوسينس مظبوط واكيد الكورن والمشرومز بالاخر تعطيها هيك نحفه شوي فاهيتا بتعرف احنا بهمنا صحه الناس يعني بدنا تعملوا شويه خضره كمان اكيد يلي بيعرف طعم امه واللقمه بتهمه اللقمه ده عند ابو عرتين اطيب من لقمه امه هيدا هاي لقمه ابو عرتين ثانك يو ناقص مهم